فرضت المؤسسة العامة للكهرباء فرع الشحر برنامجاً تشغيلياً جديداً للتيار الكهربائي على المواطنين، حيث وصلت ساعات الانقطاع لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد بالتزامن مع بداية فصل الصيف الساخن. المزيد أكثر حول معاناة المواطنين في الشحر في التقرير التالي. مدينة الشحر كغيرها من مدن ساحل حضرموت لا تكاد تمر ساعة على المواطنين فيها إلا ويتزايد معها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، حتى أصبحت الكهرباء هم المواطن الذي لا يزول. ومع بداية فصل صيف ساخن، فرضت مؤسسة الكهرباء فرع الشحر برنامجا جديد للتيار الكهربائي حط رحاله على منازل المواطنين، وذلك بنظام ساعتان تشغيل مقابل أخرى للانقطاع. يأتي ذلك تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك. بالنسبة لانقطاعات الكهرباء في هذه الأيام وهذه الفترة الأخيرة كانت فترة مجحفة جدا، وصلت انقطاعات الكهرباء إلى ساعتين بساعتين في ظل اشتداد الحرارة وقروب شهر رمضان المبارك. كمية الوقود التي تصل بشكل يومي لمحطة الشحر لا تكفي لحل الأزمة، رغم الانخفاض الكبير في أسعار المشتقات النفطية على المستوى العالمي، وصمت الجهات المعنية لوضع الحلول تسبب في يأس المواطن، خاصة مع الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والذي يتطلب من المواطن جلوسه في منزله. وهذه الإطفاءات صراحة تسبب معاناة كبيرة لدى الأهالي ولدى المرضى ولدى الشيوخ في البيوت، ودائما ما تسبب الكهرباء من تعطيل أعمالنا وتتسبب في توقيف عملنا بشكل كامل، لأن الطفي كثير يعني يوصل إلى ساعتين ساعتين هنا في مدينة الشحر خلال الأيام الماضية ودون أي حلول. دائما المواطنين يتكلمون يتحدثون في وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلموا في كل المنابر، لا يوجد أي استجابة من الجهات المختصة. إلى متى سنظل نعاني من هذه المشكلة؟ المؤسسة العامة للكهرباء فرع الشحر ذكرت أن الأسباب الناتجة عن فرض البرنامج الجديد كان بسبب قلة الوقود الذي لا يكفي لتشغيل محطة الشحر بشكل يومي. نحن نحتاج مثلا إذا بنشغل برنامج ساعتين بأربع ساعات الآن حاليا مع الوضع هذا مع درجة الحرارة المرتفعة نحتاج إلى في حدود 69 أو 70 ألف لتر يوميا في حالة نشغل ساعتين بأربع ساعات، وإذا حبينا نحن نحسن البرنامج إلى 8 ساعات نحتاج معدل 85 ألف لتر. 46 هذا الألف اللي توصل غير كافية، عملت نحن مشكلة وإحراج مع المواطن بحيث أنه نحن لا نقدر نشغل حتى على مستوى أربع ساعات بساعتين، فنرجع للمربع الأول مربع الساعتين بالساعتين، تمام. وهذا الموضوع مشكلة شراء الطاقة، ونحن تواصلنا عدة مرات في هذا الجانب ولكن للأسف لم يتفهموا الأمر، يعني ماشي هناك حلول جذرية لهذا الموضوع. يعني الحل الوحيد أنه تزود محطة الأهرام بالشحر بكمية وقود متناسبة مع البرنامج. وفيما ينتظر أبناء الشحر استكمال أعمال محطة الفقيد سعد السقطري والتي قدرت بحجم 40 ميقاوات، قد تحل هذه الأزمة المتعثرة في الانقطاعات المتكررة للتيار عن المدينة، إلا أن عقبة شحة الوقود تبقى المشكلة الأكبر ما لم يتم حلها.